عندك مشكلة في السبليت سكرين أو تقسيم الشاشة، ما عادش موجود على التحديث الجديد في أندرويد 11 بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن تقسيم الشاشة أو السبليت سكرين بعد تحديث MIUI 12.5 لبعض الأجهزة. هنلاقي أن تقسيم الشاشة كان موجود في أندرويد 10، وبعد ما حدثنا الأندرويد 11 وضع تقسيم الشاشة ما عادش موجود أو ما عادش بيجي بسهولة، أو لازم عشان تشغل تقسيم الشاشة تشغل أزرار النافيجيشن مش الإيماءات أو الإيموجي. الحل بسيط جدا، هيبقى في تطبيق سهل موجود على جوجل بلاي، تطبيق معتمد، تطبيق رسمي موجود على جوجل بلاي، هيتسطب على جميع اجهزه شاومي من اول نوت 1 لحد نوت 11. التطبيق طريقه عمله او اليه عمله سهله جدا، تقدر تشغله بكذا طريقه، او تقدر تاخد منه السبليت سكرين، او تقدر تاخد منه تقسيم الشاشه بكذا طريقه زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدا نخش في الوضع العملي على طول. هنخش على جوجل بلاي، في جوجل بلاي في البحث هنكتب سبليت سكرين، سبليت سكرين شورت كات قدام حضراتكم كده، هنضغط هنا كده. اول تطبيق قدامنا ده هو سبليت سكرين شورت كات، هنعمل له اوبن او نعمل له فتح. انا طبعا عملت له سيت اب قبل كده. هيديك بعض الصلاحيات او هيطلب منك بعض الصلاحيات، هتضغط على سبليت سكرين، هتخش بعد كده على لونج بريس اون، هتضغط عليها ضغطه وتدي لها الصلاحيه بتاعتها او تفتح الصلاحيات بتاعتها. هترجع للخلف، هتخش على اكسبيليتي بوتون، هتدي لها برده الصلاحيه بتاعتها، هترجع للخلف، هتخش على فلوتنج ويندوز، هتختار هنا بقى في فلوتنج ويندوز او دي الاسهل بالنسبه لك، هتختار في فلوتنج ويندوز بمعنى اصح نفس الطريقه دي كده، هنعمل كده وهنختارها دي على 100 كده، هنظبطها على رقم 100. هتلاقي قدام حضرتك سبليت سكرين او موجوده فلوتنج ويندوز او متحرك رئيسي اللي قدام حضراتكم دي، هتلاقيها موجوده. مجرد الضغط عليها هيبدا في تقسيم الشاشه على طول بدون اجراءات تانية او بدون اي تصرف تاني. يعني هنيجي على النوتيفيكيشن دي، هنلغي النوتيفيكيشن او النوتيفيكيشن دي هنعملها اوف مش هنعملها اون، علشان ما يبداش يديني اشعارات فوق بالنوتيفيكيشن. طيب هنيجي هنا على كويك سيتنج تايتل، هنضغط عليها ضغطه، هنبدا نديلها موافقه، او بمعنى اصح عشان نديلها الموافقه هنخش على الخيارات هنا كده. هنبدا نلاقي هنا كده في التوجل دي هنتلاقي حاجه اسمها سبليت سكرين، هنبدا نديلها صلاحيه او نديلها علامه الزائد عشان نطلعها فوق، هتبقى قدامنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده السبليت سكرين دي. وبعد كده نعمل دن موافق، هتلاقي السبليت سكرين اتوجدت عندك بطريقتين مختلفين، الطريقتين اسهل من بعض. نبدا نخش بقى في الجزء العملي او جزء التنفيذ على طول. هنا مثلا احنا عندنا جوجل بلاي موجود، لو عايزين نعمل تقسيم شاشه ونختار اي وضع تاني او اي تطبيق تاني او اي انيميشن تاني موجود تحت في الواجهه، هنضغط ضغطه واحده بس هنا كده، هيبدا يديني تقسيم الشاشه زي ما حضراتكم شايفين كده، ويفتح لي كل التطبيقات اللي اقدر بيها افتح بعد كده مثلا الجيميل. فهتلاقي تقسيم الشاشه جالك بطريقه سهله جدا وطريقه بسيطه بدون ما تحتاج لايماءات او بدون ما تحتاج لزراير النافيجيشن، لان طبعا هو دلوقتي في اندرويد 11 بدا يقيدني انه يديني صلاحيه الانيميشن او صلاحيه الايماءات والغي زراير النافيجيشن دي، وبالتالي بستغنى عن السبليت سكرين في الجهاز بتاعي او ما بقدرش استخدمها. طبعا في ناس كتير جدا بتستخدم الخاصيه بتاعت سبليت سكرين في تقسيم الشاشه، لو عايز يدخل على تطبيقين سوشيال ميديا، او عايز يدخل مثلا على ماسنجر واتساب مع بعض، او لو عايز يدخل على اي تطبيق سوشيال ميديا وهو مشغل تطبيق زي اليوتيوب زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي حالا كده. هنخرج بره بالطريقه دي كده، هنرجع على الشاشه الرئيسيه، هندخل هنا على اليوتيوب، نضغط على اليوتيوب كده، اليوتيوب هيفتح قدامنا. مجرد ما هيفتح اليوتيوب قدامي نخش بس على القناه بتاعتنا كده علشان خاطر ما يبقاش في اي حقوق لاي حد. يعني هنا اليوتيوب مفتوح قدامي، اقدر اقسم الشاشه عن طريق ان انا مثلا هفتح اي تطبيق تاني مع اليوتيوب، اضغط ضغطه واحده بس كده هيبدا يفتح لي التطبيقات قدامي، اختار اي تطبيق يكون تطبيق مؤهل لانه يشتغل على تقسيم الشاشه، لان في تطبيقات اساسيه في الجهاز مش مؤهله لتقسيم الشاشه. هندخل مثلا على فيسبوك، هنبدا نضغط على فيسبوك، هيفتح لي الفيسبوك او الصفحه الرئيسيه للفيسبوك، لو عايز الغيها بسحب سحبه كده بيبدا
يلغيها ويخلي اليوتيوب زي ما هو. طيب الطريقة التانية ان انا بقدر اسحب سلايد كده وبعمل ضغطة هنا كده على تقسيم الشاشة بيبدأ يفتح لي برضو الاوبشن بتاعي، بختار التطبيق اللي انا عايز افتحه وليكن مثلا تطبيق الكاليندر. هنا التطبيق ده بيقول لي doesn't support، بمعنى انه غير مدعوم. ببدأ ارجع تاني كده بفتح مثلا اليوتيوب عندي، وبعد ما هفتح اليوتيوب هبدأ اختار تطبيق يكون مدعوم او يكون supported، وليكن مثلا زي ان انا اسحب كده وهضغط على split screen، وهبدأ اختار اي تطبيق وليكن مثلا صفحة الجيميل الخاصة بي. هنلاقي اليوتيوب شغال فوق وهنلاقي صفحة الجيميل موجودة تحت، اقدر اسحب كده واكبر اليوتيوب قدامي واشتغل عليه، اقدر اسحب سحبة لفوق واشتغل على الجيميل واليوتيوب مفتوح قدامي او اي فيديو من اليوتيوب مفتوح قدامي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي حالا كده. هفتح مثلا اي فيديو من عندي وليكن زي ده، ده اخر فيديو موجود عندي على اليوتيوب زي ما حضراتكم شايفين كده، ده شورت موجود على اليوتيوب هبدا اشغله. طبعا انا موطي الصوت علشان خاطر نعرف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده زي ما حضراتكم شايفين كده الفيديو شغال قدامكم اهو، ده الفيديو شغال قدامكم اهو، وفي نفس الوقت الجيميل شغال تحت، اقدر ابعت اي رساله او اقرا اي رساله للجيميل، والفيديو شغال معايا جدا ما فيش اي مشكله. الفيديو سهل والطريقه سهله جدا وبسيطه، وفي وجهه نظري انها افضل بكتير من السبليت سكرين واكثر استقرارا من السبليت سكرين الموجوده على هواتف شاومي او المدعومه من الشركه الاصليه او من الشركه الام. لحد هنا يكون هنا الفيديو بتاعنا، متنساش تعمل لايك سبسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.